عانيتي من الغدر بحياتك؟ وما زلت أعاني. من اللي يغدرك؟ أقرب الناس طبعاً. أنت ما يغدرك البعيد، يعني البعيد ما يعرفك. غلط بيك ست انسجام. إيه نعم. إنه تعيدين أخطائك. لا نعم إيه نعم أنا الغلط بيا وأعترف. لأن أنا طيبة وما أريد أمدح بنفسي وأشيد بنفسي، لكن الطيبة اليوم غباء. هل أنت مجبرة اليوم أن تكونين صوت لهاي التيار السياسي التابع للقناة؟ قدمت استقالتي من القناة. وقت من الأوقات أنك تكونين بوق لتيار معين؟ أبداً. لم أكن ولن أكن إلا أن أكون مؤمنة، وهذا لا يعتبر بوق. أنا اليوم مؤمنة بمبادئي كما أؤمن بمبادئ الحزب، يكون مواكب وموائم لمبادئي، بالتالي أنا أعبر عن رأيي. البرلمان بنسبة تشقد برلمان فاسد بصراحة؟ يعني أنا ما أتحفظ على هذا الموضوع. أنت صحيح. نائب تتصل المدير عام ما يرفع عليك الخط، لأن أنت مو تنفيذي، هو تنفيذي، هو مؤثر أكثر من برلماني للعلم.